صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 36 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونصت المادة الأولى على أنه يعين في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كل من الدكتورة فوزية سعيد الصالح عضوا متفرغا خالد عبد العزيز الشاعر عضوا متفرغا الدكتور مال الله جعفر الحمادي عضوا متفرغا عمار احمد البناي عضوا من السلطه التشريعيه وتكون مده عضويتهم لنهايه مده المجلس الحالي